السفارة التونسية بأنقرة السيد شاكر عمار. أهلا بك سيد شاكر. مرحبا ومرحبا بكل مشاهدي الوطنيين. أهلا وسهلا. إذا كيف تتم عملية إجلاء التونسيين بين أذنة وإسطنبول ثم من إسطنبول نحو أرض الوطن؟ شكرا شكرا على إتاحة هذه الفرصة مجددا أعلمكم بعض المستجدات، والحمد لله هناك مستجدات معناتها في الجانب الإيجابي. بالفعل تم يوم أمس على مدار ساعة في يوم أمس تم التنسيق بين سفاره التونسيه الجمهوريه التونسيه بانقره وقنصليه العامه في اسطنبول، وكذلك بالتعاون مع القنصل الشرفي بمدينه اذنه. والحمد لله تم في حدود الساعه الثامنه والربع مساء توجيه هذه الحافله، وكانت محمله ب 24 مواطن تونسي. وصلت صباح هذا اليوم الى اسطنبول، وتم استقبالهم من طرف اخواننا كذلك في القنصلية العامة في اسطنبول، وتأمين نقلهم الى النزل اين يقيمون الان، وهم في معنا صحة جيدة وفي ظروف إقامة طيبة وطيبة للغاية. نعم. ولكن الان نحن بصدد بالتنسيق مع مصالح القنصلية العامة باسطنبول بصدد القيام ببعض الاجراءات الادارية المتعلقة بادراج بعض الولايات، هي اللي معناتها حاليا النقطة الأهم هو أنه كثير من المواطنين لم يدرجوا أبنائهم بالحالة المدنية التونسية، وهو ما يتطلب الأمر أنه لمنح رخص مرور العودة. ولذلك الآن نحن معناتها في معناتها شوط كبير إن شاء الله في آخر فرصة، يمكن مساء يوم غد يمكن إن شاء الله راح تكون هناك معناتها رحلة إجلاء، ولكن هذا مرتبط بإنهاء الإجراءات الإدارية كما قلت معناتها بل مع المعنيين الامر ان شاء الله. نعم شكرا. كذلك الجديد اليوم ان شاء الله، ونحن الان بمقر السفاره وفي هذه اللحظه وانا اتحدث معك بمقر السفاره، ونحن بانتظار استقبال كذلك وفد او نقول معناتها مجموعه ثالثه تتكون من ستة افراد. وهنا يجب ان اشير ان هذه استقبال هذه المجموعه يتعلق بسيده خلود التي جميع التونسيين معناتها كان قلوبهم معها لان وضعيتها كانت خاصه وخاصه جدا. نعم. ونحن من هذا المنطلق معناتها اوليناها معناتها اولويه قصوى لان حالتها كانت حرجه، وهي حامل وهي ايضا ام طفل صغير، وهي كذلك من بين المتضررين معناتها نفسانيين من هذه الكارثه. نعم. دونك ان شاء الله في غضون نصف ساعه او ساعه الى ربع راح تكون هنا بمقر السفاره، وقد تم تامين اليوم معناتها مكوثهم هذه الثلاثة افراد بالنزل في انتظار التحاقهم ببقيه المجموعه، وان شاء الله يمكن ان شاء الله راح يكونوا مع بعض في نفس الرحله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك اذا سيد شاكر بن عمار القائم بالاعمال بالنيابه بسفاره تونس بانقره. اكثر من 34 ألف قتيل و26 مليون متضرر.